متابعي طقس العرب في السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال فترة السحور، حيث يسود الطقس مغبار 30 درجة مئوية، الملموسة 28، أما الرطوبة منخفضة 15% والرياح تكون خفيفة السرعة بالمجمل. ننتقل الآن لتفاصيل الحالة الجوية المتوقعة اليوم غد الاثنين في باقي مناطق المملكة. نبدأ بالمنطقة الشمالية، سكاكا طقس صافي 32 إلى 19، نفس الحرارات في عرعر، أما تبوك 34 إلى 20. المنطقة الغربية، مدينة جدة 36 إلى 28، المدينة المنورة 39 إلى 27، مكة المكرمة فرصة ضعيفة في زخات رعدية من الأمطار 40 إلى 30، أما الطائف زخات رعدية من الأمطار 31 إلى 23. المنطقة الجنوبية الغربية تتأثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي الباحة، فرصة لزخات من الأمطار تكون رعدية الطابع 27 إلى 22، أبها أيضا زخات رعدية من الأمطار 30 إلى 20، أما جازان 35 إلى 32. المنطقة الشرقية، نبدأ بحفر الباطن، تفرق لبعض الغيوم 35 إلى 24، الدمام رياح نشطة 35 إلى 25، أما الإحساء 38 إلى 25. المنطقة الوسطى، الرياض غائم جزئي 37 إلى 26، بريدة 37 إلى 24، أما حائل 33 إلى 20. إلى اللقاء.